الكتابة وهي الكتابة اليومية، حيث أن المقادير التي كتبها الله منذ الأزل والتي أنزلت في ليلة القدر في تلك المجلدات وسلمت للملائكة المقربين يقع تنفيذ أقدار الله يوما بيوم، حدث بحدث، ساعة بساعة، درج بدرج، دقيقة بدقيقة، ثانية بثانية. من سيموت؟ من سيحيا؟ من سيرزق؟ من سيبتلى؟ لا بد أن ينفذ في ذلك اليوم وفي تلك اللحظة وفي تلك الساعة. إذن إخوة الإيمان، هذه تقريبا مراحل الكتابة الخمسة، وهذا اللي رأيناه تقريبا الأسبوع الفارغ أن تناولنا أولا العلم المطلق والكامل والمسبق لله سبحانه وتعالى، ثم أن المولى كتب كتابة في خمس مراحل مختلفة، إذن وهي كتابة علم مسبق لا كتابة جبر أو إلزام. هذا ما ينبغي أن تكون عليه عقيدة المسلم، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله الثبات لنا ولكم. نواصل اليوم مع الجديد في هذا الموضوع، ويمكن اليوم إن شاء الله نختم الموضوع هذايا، وسنتناول الركنين المواليين من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. رينا العلم المسبق لله سبحانه وتعالى والكامل لله سبحانه وتعالى، رأينا الكتابة في مراحلها الخمسة المختلفة، الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بمشيئة الله وإرادته. لا بد أن تؤمن بأن لله مشيئة وإرادة، لا بد أن تتم تلك المشيئة وتلك الإرادة، بحيث أنه لا يقضى أمر ولا يحدث حدث إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته. فلله مشيئة وإرادة في تسيير الأحداث. ولنعلم جميعا أن ما في السماوات وما في الأرض من حركة أو سكون هو بمشيئته سبحانه وتعالى، وسوف نرى ما معنى المشيئة، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. والأدلة على هذه المرتبة كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى في كتابه العزيز حيث يقول سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تلك مشيئة الله، يعني المولى لما أراد خلق الإنسان قال له كن فكان، خلقه بيديه من طين ثم نفخ فيه من روحه فكان آدم. لما أراد المولى أن يخلق عيسى، ولما ندرس الموضوع بعقولنا المادية بالمنطق بالعقل، هل يمكن أن تحمل أنثى بدون زواج وبدون جماع وبدون ما يتم من عملية تلقيح البويضة بالحيوان المنوي؟ هذا لا يكون أبدا، يستحيل، وهذا لا يحمله عقل. فلما أراد المولى خلق سيدنا عيسى قال له كن فيكون. مريم لم تتزوج ولم يقربها ذكر ولم يخشاها أحد، إنما مثل عيسى كما يبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو كمثل آدم قال له كن فيكون. تلك مشيئة الله، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله تعالى
هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم، وفي ذات هذا السياق وفي ذات المعنى يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. يقول الحبيب محمد ويخاطب المؤمنين: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت وليعزم مسألته، فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له. واطلب ربي، اطلب يقين، فبيقين في الاستجابة، مش يا ربي كان بتحب، فاطلب من الله وأنت متيقن بالإجابة. إن شاء المولى استجاب لدعوتك ولبى رغبتك فلك ذلك وتلك رحمة من المولى، وإن لم يشأ المولى أن يحقق دعوتك ومشيئتك ورغبتك وغايتك فلله في ذلك حكمة وله مشيئة. لماذا؟ لأن المولى ربما دفع عنك بتلك الدعوة أو بذلك الشيء الذي طلبته، دفع عنك بمقدار تلك الدعوة بلاء كان سينزل عليك، وربما المولى ادخر لك تلك الدعوة ليعطيك أجرها يوم القيامة، كما بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن دعاء المسلم لا بد أن يتحقق. فمش دعوة تضيع ما تحققش، لكن تتحقق بواحدة من ثلاثة: أما ربي حققت لك الدعوة بتاعك كما طلبتها، أو أن يدفع بها عنك من البلاء، أو أن يدخرها لك يوم القيامة تجد أجرها يوم القيامة. وعندها تقول: يا ليتني، أو يا ليت الله لم يستجب لي دعائي في الدنيا. إذن فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له، فأنت لا تكره المولى، إنما هو يفعل ما يشاء. وقال أيضا فيما يرويه الإمام مسلم: فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، اسعى فيما يفيدك في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجز، واجعل المولى سبحانه وتعالى معينك ومساعدك، واطلب منه العون. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن أنت تطلب وأنت تريد وأنت تسعى وأنت تخطط وأنت تفكر وأنت تبتغي وأنت تريد، ولكن للمولى علم مسبق وعلم مطلق ومشيئة وكتابة كتبها، لأنه يعلم أن الخير في غير هذا العمل الذي أردته أنت، فأراد غير ما أردت خيرا بك ورحمة بك وبرا بك ونجاة لك أو أي نفع آخر. إذن خياني هدايا الركن الثالث من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. أنت لك مشيئة وأنت لك إرادة ولله مشيئة وإرادة، فإن أراد المولى خلاف ما أرد أو شاء المولى خلاف ما شاء فإن لله في ذلك حكمة. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الأمر الواقع،
كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الركن الرابع من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. إذن رأينا الركن الأول العلم المطلق والكامل لله، رأينا الإجابة في مراحلها الخمسة، رأينا مشيئة المولى وإرادة المولى. الآن الركن الرابع من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الخلق والإيجاد من عدم. لابد أن تؤمن أن المولى خلق وأوجد الشيء من عدم.